احنا كمزارعين كنا تجينا بذورات اصناف ما هي موجوده حاليا ولا نقدر نامنها. فالله يجزاهم الخير جابوا لنا صنف ومستورد بذار ممتاز. بدايه العمل اول شيء نكسر الارض بالبلاو، نهويها، نجيب الدرج السواد نطشه، نجيب الفجاره نخطط الارض، نرد نرجع نرش السماد ترابي كهذا مغوي اساسي قبل نزرع البطاطا، نخلطه مع تراب نزرع البطاطا، نرد بعد ما نزرع البطاطا نرد لها تراب مشان ايش تصير بنصف الخط. نسقيها طبعا اول مي وثاني مي، مقابل انه تطلع، يعني اول مي ما طالعها ثاني مي بدها تطلع. بعد ما تطلع نجيب الفطريات نكافح بالفطريات، نكافح بالمواد اللي التغوية. واحنا طبعا يعني مستمرين بالعمل هذا عبارة عن هالعشر سنين انقطعنا عنه، ولك زراعة بطاطا هاي مادة رئيسية عندنا. والبارحيات والله خذيت منها قدع على البيت وقليته، يمكنني من يوم اني عمري 12 سنة استطعمت لها البطاطا مثل هذه.